السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة. اليوم راح تكون جولة سريعة ودقائق معدودة من الدائرة الثالث إلى حي الشوقية، وراح نتعرف معاكم على بعض المعالم والمداخل الموجودة في طريقنا، فأتمنى تستمتعون معنا وحياكم الله. راح نمر الآن على المدخل الرئيسي لحي الإسكان وكذلك حي الرصيفة والخالدية من الدائري الثالث، وأحد المراكز المشهورة في هذا الحي الجروشي مول، موجود فيه الأحوال والبريد السعودي وبعض الدوائر الحكومية. وعلى يميننا طبعا يظهر حي الشوقية من الخلف اللي على يمين الشاشة الآن، وأحد المداخل لحي الشوقية. والمبنى هذا هيئة التطوير وتعمير منطقة مكة المكرمة، ما شاء الله الأجواء اليوم ممتازة. ويظهر معنا الآن المدخل الثاني لحي الشوقية على اليمين، ومسجد الإحسان أو جامع الإحسان من توه يعني يمكن له 6 شهور من يوم انتهى. عن بدأوا فيه من قبل 5 سنوات. أظهر معنا الإزالات لحي النكاسة. راح ناخذ يمين باتجاه شارع ابراهيم الخليل وحي الكعكية والمدخل الرئيسي لحي الشوقية. ما شاء الله المنظر من هنا يسرى. العرض 5 متر بس. طبعا هذا الشارع من الشوارع الحيوية في مكة المكرمة، ونفس المنطقة هذه تقريبا أنا أسميها سلة مكة، موجود فيها من جميع الخدمات موجودة هنا، مطاعم على أسواق الخضار، المواد التموينية بالجملة. الملابس، المفروشات، الصيدليات، المستوصفات.
الآن راح ناخذ يمين باتجاه مدخل حي الشوقية الرئيسي، الآن نحن في قلب حي الشوقية. وأتمنى استمتعتم معنا في هذه التغطية، وكانت دقائق خفيفة إن شاء الله وسريعة. أتمنى أنها نالت إعجابكم، وتحياتي لكم والسلام عليكم، واعذرونا على قصر الفيديو. شكرا لكم ومع السلامة.